ليش تحدي الاستيقاظ وليش لازم نستيقظ بكير؟ زي ما قريتوا الفيديو اليوم راح يكون عن تحدي الاستيقاظ بكير. من لما سافرت صرت انام كثير، ما بيجيني النوم ابدا يعني في الليل، وكمان بنام بالنهار، فانقلب ليلي نهار ونهاري ليل. بس المشكله انه بعد كم يوم راح تبلش الجامعه، فعندي اسبوع اني انا بعدل فيه نومي، انه الجامعه راح تكون 8 الصبح زي اي نظام في العالم. فالمهم راح نشوف هل راح ينجح هذا التحدي او لا. راح احاول اني انا كل يوم اصحى الساعه 5 الصبح، سو بنشوف شو بيصير. يلا يا بيبي كلنا نصفق هلا للتحول المبارك. شو رايكم جايز في التحول المبارك؟ شعري بصراحه سويته انا لحالي اكيد يعني، بس من واو ما بعرف كثير هيك استشعر بشيء واو. بعد شوي راح اقوم صور لكم فيديو سوف لهيك تزينت، ما عندي حدا اتزين له غيركم يا بيبي يا بيبي. راح فرجيكم كيف احمس حالي منك بالصف ولا منك بالزار. ربي علي يا شاهد خلي ذاك جمل راكد سوي لي خلص الاستعراض، بروح ذاك شوي وبعدين بصور الفيديو تبعي. سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم منك بالزف ولا نسيتك منك بالزف. نو بيبي ما منيش بالزف، اخر كعبة في الفيترينة. فلو بيبي عندي كمية نوم طائلة وهائلة جدا، بس ميرا الحلوة تتحدى الملل. تتفكروها هاي روتانا سينما او ميلودي افلام تتحدى الملل. جايز ما بعرف كيف نمت. لا شعوريا الظهر اني نمت من الساعة 2، صحيت هلا الساعة 6 وبلاقي انه امطار. هي المحالة من الصبح امطار بس هلا غزيرة نوعا ما. هون حتى الامطار تبعهم باردة، احنا لما بتلزن عنا الامطار بقوة ومسوية فيلم هندي، بس هون لا على الخفيف. ما بعرف شايفين او لا. رح احاول هلا اني انا انام. هلا الساعة تقريبا 11 بالليل، ان شاء الله بتزبط. شايفين الهالات؟ بشوفكم بكرة. لمن النوم صحيت الساعة 24 دقيقة، يمكن لانه كان براسي انه انا لازم اصحى. نومي كان كتير متقلب، صحيت ما بين الساعات، كمان نمت بصعوبة. قبل ما بنام كنت افكر بكل شي ممكن افكر فيه في هالعالم، حتى ليش صندويش الشاورما بيحطوا فيها شاورما. صباح الخير، اول شيء كيفكم شو اخباركم؟ بلش هلا ادرس شوي اني انا اتعلم اللغة، يمشي كتير ضروري اتعلم لغتهم هون عشان اقدر اتواصل معهم، اطلع من الكومفورت زون تبعي. تعرضت يعني لكتير مواقف انه بحس بشعور غريب، لايك عالم عم يحكوا معك وانت ما عم تفهم شو بيقولوا، نفسك تفهم شو بيقولوا بس ما عم تقدر. ابسط شي انك بدك تسويه ما بتقدر تسويه بسبب اللغة. اوكي عم تشوفوا ساعتين تقريبا عم لاقي صعوبة شوي في اللغة، في كتير اكسبسيون يعني استثناءات في هاي اللغة، نطقها كتير صعب. مثلا في الفرنسية والاسبانية نطقهم خفيف، هون لازم كتير اركز على النطق والكلمة كتير مشددة.
كتير شدوا على الحروف تبعهم. حس راسي هلا صدع بصراحة بعد ساعتين، ممكن لانه شيء جديد علي وعم بتعلمه ويمكن اصعب من اللغات اللي انا بعرفها. وحاليا فروجيتوس، لازم اروح امنجلكم فلوج. هذا الفلوج صورته تقريبا في الايام الاولى اللي اجيت فيها هون. So let's go baby to edit the vlog. يا جايز برا بلشت هيك تضوى، اشتقت لشيء اسمه الشمس هون، اشتقت له، ما عم شوفه تقريبا يمكن من لما اجيت لهون شفته يومين. طلع الفجر والعصفور صوصو، قال لها بس بس قالت له نو 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 نو. شايفين شو هيدا الجمال، شو هيدا لك، شو هيدا شو هيدا، هيدا حكي هيدا كلام، هيدا عشق هيدا غرام. كيس انا هلا رايحة طالعة عشان اسوي اوراق الاقامة، وهذا هو الاوتفيت تبعي، وهلا يلا روح بيبي. صحيت من الساعة 2، الساعة 4 الصبح عندي شغل، فرح اسوي كوفي وبلش شغلي، ما رح قاوم انه ما رح ارجع انام لانه عندي كتير شغل اليوم وعندي كتير طلعات واشياء لازم اسويها، وبس اذا صار شيء او مستجدات بخبركم. بتعرفوا جاي عشان اصلح نومي فخربطت نومي، شلون كيف ما بعرف، هالشي اثر كتير على بشرتي، حالات سوداء. هلو بيبي. بعتقد انه يرجح السبب الرئيسي انه انا عم فكر كتير، لاني انا كتير بفكر overthinking person. الغربة صعبة، ممكن تضحكوا تقولوا ليش عم تقول غربة غربة في كل فيديو، بس صعبة صعبة، ما قدرت اتقبلها بس لازم اتعايش معها. بس تشاو تشاو بيبي. هلا خلصت كل مشاويري على فكرة جايز، انا نمت 3 ساعات، الساعة 10 الساعة 1، شايفين قديش نومي متقطع. بنشوفكم بكرة. فروجيتوس نزلت لكم هلا فيديو على اليوتيوب، ضليت عم قاوم من النوم لحد هلا الساعة عندي 8 عشان اني انا انزل لكم فيديو جوا فلوج، حتى ما قدرت لب شوف تعليقات ولا بقدر اصلا برد، قلت خليني بكرة بشيك على التعليقات وبرد عليكم. وهلا اروح انام، بكره في عندي مليون شغل. بونوي بيبي، جود نايت. اول شيء صباح الخير، صحيت الساعه 3 الصبح وهلا عندي الساعه 4 الا 10 دقائق. هلا حضرت الليمون والقرفه تبعي وراح ارد على تعليقاتكم، لسه ما شفت تعليقاتكم على اخر فيديو نزلته، راح شيك على تعليقاتكم اعطيكم كلياتكم مقلوب، برد على اكثر عدد منكم. بس خليني قبلها بقول لكم شغله، انا كثير مبسوطه لاني نمت بكير، يعني صار لي فتره ما انام بكير، حتى من لما بلشت هذا التحدي يعني قديش نمت الساعه 1 نص الليل وبنام بس ساعتين وبصحى او ساعة. مرة نمت ساعة، يعني امس نمت ساعة، بس اليوم يعني صحيح انه انا صحيت قبل الوقت قبل 5، يعني لسه لهلا نومي مو منظم، بس انه نمت الساعة 9 تقريبا، انا نمت 6 ساعات، مو متخيلة انه انا نمت 6 ساعات. فلهيك هلا كتير حاسة بطاقة ايجابية، كتير مرتاحة، ما في صداع في راسي، يعني راح الصداع الحمد لله، انه صداع من قلة النوم وبس. يس بيبي، او ماي جاد، بحبك يا طاقتي الإيجابية، انتو الطاقة الإيجابية يا بيبي يا بيبي يا بيبي. شكرا لكل حدا فيكم عم يترك لي تعليق، شكرا لكم، انتو الطاقة الإيجابية في حياتي.
tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge et c'est l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures? Est-ce pour nos blessures? هلو بيبي. هلا نازلة للجامعة. بس الطقس شديد والجو بديع. أنا بيبي التاكسي ناطرني. أو ماي جاد دايما متأخرة. أنت بتغيري هاي العادة فروجيتو. يلا باي بيبي بشوفكم بعدين. فينا نقول صباح الخير. نجحنا. يس فروغز. اول يوم بصحى فيه الساعة 5. متعادوا بحبكم كثير. بس نبلش الحلقة باسمي اكثر من 52 شخصية رح احكي عنه اليوم بردي. انا هلا جايز في الجروسري بشتري اشياء هيك اغراض للبيت. أسوأ شيء هون اللي بظل دايما بفكر فيه اني بشتري حلال او لا. حلال من الاخر. اخر حاجة يا جماعة صح حلالة ولا مش صح حلالة؟ صح حلالة. الساعة 4:30 عندي بلشت اتعب بس لازم اظلني صاحية للساعة 11 عشان احاول انه ما بفوت الساعة 11 وبصحى دايما الساعة 5. لازم اعدل وقتي على هذا الوقت. فلهيك لازم اظلني صاحية للساعة 11. اصلا في كل الحالات لازم احكي مع امي بالمسنجر. كتير مشتاقة لها. كتير كتير كتير. ما بعرف ايش عم قلكم كل هذا الشي بس بشوفكم بكرة في اليوم السادس. باي باي بيبي. هلا جايز مخلصة تصوير كواليس. حاطة هناك الكاميرا تبعي وهناك اكتب افكاري رؤوس اقلام عشان ما انسى اي شيء. كانت امطار الصبح. عم صور من الموبايل فلهيك الكواليتي اقل شوي من العادة. جلسة هون عم اسمع في هاي الغنية المغربية. عن جد عن جد عشق هاي الغنية. نفس الوقت عم رد على التعليقات هون. نسيت لكم صباح الخير. كيفكم يا بيبي؟ اهلا فيكم باخر يوم. فروجيتوس رح ابكي لكم انا هلا. شوفوا معي. لاحظتوا شيء؟ لاحظتوا شيء؟ شمس. لا مش شمس، هي نبذة شمس، شعاع شمس. اكثر شيء اشتقت له هون هو الشمس. يا عمي الشمس. في حدا يقدر يعيش من غير شمس؟ كيف؟ تقدروا تعيشوا بدون قمر؟ تقدروا تعيشوا بدوني انا؟ اكيد لا يعني. اوكي بيبي فهمنا خلاص. ثانك يو ماذا ايرث. باي باي بيبي. فروجيتوس يا فروجيتوس يا فروجيتوس. انا يا عمري انا يا روحي انا. طلع هلا اتمشى كمان بعديها رح اشتري اي اشياء هيك للبيت برا. بس رح اخذكم معي يعني بس هيك بستايلكم. اوكي بيبي. اوكي بيبي. اوكي. ليش تحدي الاستيقاظ وليش لازم نستيقظ بكير؟ اولا اذا ما صحينا لحياتنا واليومنا امتى بدنا نصحى؟ غير عن هيك لو كان في حكمة انه الليل هو الوقت اللي لازم ننجز فيه والنهار هو اللي لازم ننام فيه لما كان رب العالمين نزل هاي الآية. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. غير عن هيك في جسمنا في هرمون يتسيب او يطلع في الجسم ما بين الساعة 2 للساعة 4 الصبح، مسؤول عن تخزين المعلومات وكمان مسؤول انه يخبر الجسم انه وصل لكفايته من النوم. فلهيك احرصوا دايما انكم انتو تناموا بكير وتصحوا بكير عشان نقدر نكون اشخاص فعالين في المجتمع.
ونكون من المبكرين. وعلى فكرة طلال، إذا أنا قدرت أغير نومي أنت كمان تقدر تغير نومك. طلال هو كمان من تيم فروكس من فريقنا، شفت مرة كتب لي تعليق على اليوتيوب على إحدى الفيديوهات بأنه ما عم ينام منيح أو ما بيعرف ينام بالليل، فلهيك حبيت له هذا الحكي. anyway إذا أنتوا جربتوا تحدي الاستيقاظ ارسلوا لي هيك ستوريز أو فيديوز على السناب شات أو سووا لي منشن على الانستغرام تبعي، رح خلي لكم حساباتي هون الاسم يظهر هون، كمان بخليكم اللينكس تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس خلونا نسويها سوا ونحفز بعض يا بيبي إنه ننجز في الحياة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ديروا بالكم مع حالكم احلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمون يا بيبي، سلامات يا هواب، سلامات، باي.